بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. درس النهاردة ان شاء الله بسيط جدا. بنشيك على اللينك الخاص بالموقع بتاعنا، بيكون فيها هاش معين. الهاش ده فيه كلمة، بشيك على الكلمة دي، ولو موجودة في الهاش بناء عليها بعمل حاجة معينة. الدرس ده يا جماعة عبارة عن تاسك اتطلب مني في الشغل، وكان فكرته اني عايز ادخل على الموقع بتاعي، والموقع بتاعي فيه لينك، اللينك ده فيه هاش، الهاش ده فيه كلمة معينة، ولنفترض كلمة شات، يعني هاش بعديها شات. لو الشخص دخل على الموقع وهو كاتب الهاش ده، بناء عليه هيفتح له البوب اب الخاص بالشات اوتوماتيك، هيدوس عليه باللينك فهيفتح اوتوماتيك مدى ما الشخص يدوس بنفسه. فكان لابد ان انا اشيك على اليو ار ال بتاعتي، اللينك الهاش اللي فيها ده هل هو فيه هاش ولا لا، ولو فيه هاش اشيك على التكست اللي جواه. هنشوف مع بعض الكود وهنفهم الفكرة طبعا ان شاء الله. اسم الدرس check if url hash contains text. الدرس طبعا سهل جدا. الحاجات اللي هنستخدمها هما عبارة عن اتنين ميثود. احنا هنعمل الدرس بطريقتين، فطبعا انا هكتب كل حاجة هنستخدمها. اول حاجة هنستخدم الويندو دوت location dot hash، الويندو location hash، وهنستخدم الindex of، وهنستخدم substring. substring درسناها طبعا في الجافا سكريبت، الناس لازم تراجع عليها. وهنعمل اول حاجة هنا هكتب دي method 1، هكتب method 1 الاول عشان نشوفها، وبعد كده نشوف الميس 2 بتتعمل ازاي. اول حاجة خالص قبل ما ابدأ الدنيا كلها، لازم اشيك هل في هاش في اللينك ولا لا. هقول له if window dot location dot hash، هل اللينك الويندو لوكيشن الموقع اللي انا فتحته دلوقتي، اللينك بتاعتي فيها هاش ولا ما فيهاش. بعد كده اقول له else، وهطبع رسالة هنا في else. لو في هاش معين هيقول لي كونسول لوج، هيطبع لي في الكونسول كلمة جود مثلا، there is hash in link. لو مفيش هاش في اللينك بتاعي هيقول لي bad، there is no hash in link. يعني عندي جود وباد. واروح لصفحتي واقول له ريلود، كتب لي ايه؟ bad، there is no hash in link. مفيش، يعني زي ما انتم شايفين مفيش هاش فوق، فبالتالي كتب لي كلمة باد. يبقى اول حاجة انا عملتها شيكت بالويندو لوكيشن هاش، هل اللينك بتاعي فيه هاش فوق ولا لا. ايه هو الهاش ده بقى؟ لان ناس كتير عمالة تسمع الدرس ولسه ما عرفناش ايه الهاش ده. الهاش ده عندنا لما اجي كده مثلا بالشكل ده واقول له كلمة مثلا شات بالعربي، شات زي كده، ادي كلمة هاش، واعمل ريلود، كتب لي good there is hash in link. هنا بقى اختلف الوضع، كده عرفت ان اللينك بتاعي فيه هاش. اللينك الهاش ده ممكن اصلا يوديك على سيكشن معين في الصفحة. يعني عندي انا سيكشن جوه الindex.html اسمه مثلا div او اي سيكشن معين ليه id، الid ده مثلا اسمه products مثلا. فلو انا عايز الشخص يفتح الموقع يودي عليه على طول، طبعا زي ما انتوا درستوا في الhtml بحط هاش هنا مثلا products او اي اسم id خاص بسكشن عندي، فبالتالي بيروح عليه على طول. نفس الفكرة هنا، انا بناء على الشات دي عايز الشخص لو جاي على المنتج ده او جاي على الصفحة فيها الهاش ده اتصرف معاه بالطريقة اللي انا عايزها. طيب عرفنا كده ان انا ازاي اشيك على الهاش. في هاش خلاص، يبقى انا في هاش هنا، ابدأ بقى العب اللعب كله هنا. لو ما فيش هاش في اللينك هيقول لي bad there is no hash in link. طيب نيجي جوه ال if window location hash، لو عندي هاش هعمل ايه؟ هقول له if window dot location dot hash dot index of. هبحث بقى عن كلمة معينة، الكلمة دي مثلا وليكن كلمة أسامة. أسامة دي تساوي 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 واحد. ليه ما قلتلوش ليه قلت له اندكس اوف؟ احنا عارفين اندكس اوف تبحث. ليه قلت له واحد؟ ليه ما قلتلوش صفر؟ عشان الصفر اللي هو الهاش، اول اندكس
في الهاش اللي هو الهاش نفسه. فعشان كده قلت له ابحث لي عن أسامة ولو لقيتها تساوي واحد اعمل بقى هنا المطلوب. لكن انا ما قلتلوش صفر، صفر اللي هو الهاش. هكتب هنا اهو صفر بيساوي الهاش دي. طيب لو لقى في لو لقى في الاندكس دي كلمة أسامة هيحصل ايه؟ هخليه برضو يكتب لي في الكونسول هنا good أسامة hash is found مثلا، واروح انا هنا اعمل ريلود مفيش اي حاجة هتحصل طول ما انا كاتب شات. هكتب أسامة مثلا انتر مفيش اي حاجة، ام مفيش اي حاجة، نزود ايه ونشوف ايه اللي هيحصل. شايفين؟ قال لي جود أسامة هاش از فاوند، لقى هاش اسمه أسامة اهو. وعشان أأكد لكم الكلام اللي قلته من شوية، لو قلت له صفر بصوا مش هيعمل اي حاجة. امتى بقى يشتغل؟ لو انا حطيت له الهاش هنا وقلت له بقى اندكس اوف هاش أسامة، شيك لي على هاش أسامة. شايفين؟ كده كده نفع. انما انا مش عايزه يشيك على الهاش، انا عايزه يشيك على الاندكس اللي بعد الهاش على طول اللي هو الاسم نفسه. فبالتالي كتبت له هنا رقم واحد. طيب عرفنا انه دلوقتي عن طريق الاندكس اوف اهو بحثنا عن الهاش اللي انا عايزه. وبدل كونسول لوج دي بقى انت بتعمل ايفنت معينه بناء عليك بعد فكره الدرس، بس انت تبحث ازاي عن الهاش في كلمه معينه ولا لا. لكن طبعا هتعمل ايفنت ايه دي طبعا متوقفه عليك. ممكن زرار يتداس عليه مثلا، صفحه بوب اب تتفتح له اهلا بيك انت جيت عن طريق لينك كذا. يعني في كذا طريقه وفي كذا شغل ممكن تعمله بالفكره دي. طيب ندخل على الميثود 2. الميثود 2 بقى بتتعمل ازاي؟ نفس الفكره هنا هنطبقها، بس بدل index of دي هنغير ونستخدم substring. هاجي هنا اقول له var hash، هعمل variable اسمه hash. الهاش ده بيساوي ايه؟ بيساوي window.location.hash. window location hash العادة احنا شغالين عليه dot substring substring 1. substring بيعمل ايه يا جماعة؟ بيجيب لك بيشيل بيعمل سب بيشيل من السترينج اندكسس معينه ويرجع لك الباقي. طب تعال نشوف ويندو دوت لوكيشن هاش سب سترينج 1 دي درسناها في الجافا سكريبت، لازم ترجع تشوفها عشان تفهم ايه فكرتها. طب تعالوا نشوف السب سترينج هاش ده للهاش بتاعي ده هيطبع لي ايه. كونسول لوج هكتب فيه الفاريبل اللي انا عملته دلوقتي اللي اسمه هاش ده، وتعال نشوف هيطبع ايه في الكونسول. شايفين طبعا أسامة. طب لو انا قلت له substring صفر بصوا جاب لي شباك أسامة صفر، هو خد substring كله زي ما هو. لما قلت له 1 شال الهاش الاولاني وجاب لي بقية السترينج بتاعي. شايفين؟ طب لو قلت له 2 هيشيل لي الشباك وهيشيل لي الاو وهيجيب لي اس اي ام اي. بصوا اس اي ام اي. طيب انا مش عايز الكلام ده كله، انا عايزه بس يشيل لي الهاش الاولاني اللي هو ده اهو. ادي الهاش جاب لي بس كلمه اسامه، رجع لي كلمه اسامه. لحد هنا بقى الموضوع جميل جدا جدا وبقى بسيط. هرجع تاني الكود بتاعي ده زي ما هو، بس المره دي مش هقول له بقى اندكس اوف، هقول له لو اف هاش الفاريبل اللي اسمه هاش بيساوي يساوي يساوي أسامة الهاش بتاعي اللي انا عايز ابحث عنه اهو، قول له good أسامة هاش is found. بس جبت الهاش بالويندو لوكيشن substring وقلت له لو الهاش بيساوي أسامة خلاص طلع لي في الكونسول لوج ان الهاش بيساوي أسامة. قول له reload كتب لي good أسامة هاش is found. ولو رحت طبعا غيرت زودت حرف او حاجة شايفين راحت الرسالة. لو انا جبت كتبت او اس بس مثلا بصوا خلاص راحت الرسالة. لازم اكتب أسامة في الهاش عشان خاطر تطلع لي الرسالة دي. وكده انا عملت لكم الفكرة باتنين ميثود، تقدر تختار اي واحدة فيهم، الاتنين اصلا معتمدين على بعض. وده يعتبر بس وظفنا الحاجات اللي احنا اتعلمناها في الجافا سكريبت. مرة وظفنا الاندكس اوف عشان ناس كتير لما جيت اشرحه قالت لي انا مش عارف اوظفه فين او اعمل بيه ايه او ايه فايدة ان انا ابحث بالاندكس اوف. ونفس الفكرة في السبسترينج، هستفيد ايه لما اشيل من السترينج حرف وارجع الباقي؟ دي
اكبر فكرة ممكن تطبق بيها الموضوع ده، ان انا شلت الهاش ورجعت السترينج كامل من غير الهاش بتاعته. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، وشكرا.